السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم. هذا الخبر العاجل من تركيا، قرارات هامة سيعلن عنها غدا، أبرزها إلغاء شرط ارتداء الكمامة في تركيا. أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوتش عقد اجتماع اللجنة العلمية الذي تم تأجيله للمرة الثانية اليوم غدا الأربعاء. جاء ذلك في بيان نشره الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، وأوضح قوتش إنه سيتم تقييم مسار فيروس كورونا في البلاد والتدابير المتبعة، ولفت إلى أنه سيدلي ببيان عقب الاجتماع سيعلن من خلاله عن القرارات التي ينتظرها الجميع. هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرارات مهمة، منها ما إذا كان سيتم إلغاء شرط ارتداء الكمامة، حيث أدى إلغاء شرط الكمامة في المناطق المفتوحة في بعض الدول الأوروبية إلى طرح سؤال حول موعد تنفيذ نفس التطبيق في تركيا.